ودود يا ودود يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، يا جميل يا جميل يا جميل يا الله، يا جليل يا جليل يا جليل يا الله، الله الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول. بعث والعقول الظلام، فأفاق الناس بعد ذهول، فأفاق الناس بعد ذهول. وهاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، فإن قلبي بالحبيب محمد جد مأمون، أبيت أكس الليالي من مدائحه، نورا من النور أستاذ النبيين، دعا إلى الله في علم وفي أدب وفي رفق وفي سلام وفي لين. لم يحمل السيف جبارا ولا شططا، لكن يدافع عن عرض وعن دين، فكان أرحم من أم على ولد، وكان أرأف قلبا بالمساكين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى أهلك يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. الله، مرحبا بحضراتكم جميعا، مرحبا بكل قلب متفائل بما عند الله، مرحبا بكل روح صافية، مرحبا بكل مشاعر سامية، مرحبا بكل فؤاد صافي، مرحبا بالقلوب المستسلمة لقدر الله فيها، مرحبا بالمتفائلين، مرحبا بأهل الأمل، مرحبا بأهل الجمال والحب والعطف والرحمة، مرحبا بكل إنسان يرى كل معنى جميل في الحياة ولا يرى في الحياة سوى المعاني الجميلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، ربنا يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا، مرحبا باتصالاتكم إن شاء الله. النهاردة أنا قاعد مع حضراتكم علشان أرد على استفساراتكم ونسمو مع بعض، نحل مشاكلنا مع بعض، ونشوف إيه حكاية الاكتئاب المنتشر في الناس، ويعني أنا مش عارف في إيه، يعني الأمور محتاجة أن احنا نهدي أكتر من كده، محتاجة أن احنا نتأمل الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، نتأمل ونحاول ان احنا نعيد حساباتنا مع نفسنا. ايه المانع ان انا اعيد حساباتي مع نفسي ومع تفكيري ومع قلبي ومع ايماني، واعيد حساباتي مع ايماني. اتصلت علي سيدة فاضلة وقالت لي ان انا من ساعة ما انتشر المرض وكده انا حاسة ان انا واولادي وزوجي هنموت، واحنا قاعدين مستنين الموت. قلت لها مين اللي قالك كده؟ قالت لي النشرات والإذاعات يعني كل حاجة، يعني الحقيقة عاملة لنا مؤهلانا لده.
ما حدش بيطلع يكلمنا عن الأمل أو أن الله تبارك وتعالى قادر أن يعافينا وقادر على الشفاء وقادر أن يرفع عنا البلاء وقادر أن ينقذنا مما نحن فيه، ما حدش طالع يتكلم عننا، إنما الكل يتكلم إيه والتحذيرات والمنظفات، أوعى تعطس، أوعى تكح، أوعى ويا عيني مكهربين الناس كهربا ما بعدها كهربا. قلت لها حضرتك في الحالة دي بقالك قد إيه؟ قالت لي دلوقتي أنا بقالي شهر. قلت لها مستنية تموتي من شهر ولسه ما متيش؟ قالت لي لا. قلت لها طب هتموتي إمتى بقى عشان بس نخلص من الموضوع ده وتريحينا يعني؟ فهي ضحكت. قلت لها خلي بالك الفيروسات دي لا دي أول فيروسات جاية للدنيا ولا دي هتبقى آخر فيروسات جاية للدنيا. طب ليه الدنيا حصل فيها القلق الكبير ده؟ علشان وسائل الاتصال ووسائل الإعلام الآن أصبحت أكثر من الماضي. يعني لما نعرف إن فيروس الإنفلونزا بيموت 600 ألف على مستوى العالم، على مستوى العالم في السنة، والفيروس اللي عاملين بيه البروبوجندا الكبيرة دي ما يعني ما عداش 10,000 يعني، خدت بال حضراتكم؟ إحنا مطلوب إن إحنا بناخد احتياطات الإيه؟ الصحة، ونخلي بالنا من نفسنا، لأن إحنا هنتسأل عند ربنا تبارك وتعالى الذي أعطانا من كرمه وأعطانا الصحة والعافية والعقل ونفكر وأعطانا كل معنى جميل بنعيش بيه في حياتنا. طيب النهاردة استطاعت إن وكالات الإعلام العالمية تصدر، وفي الحقيقة ناس استقت هذه المعلومات واستسلمت تماما، وحالة من اليأس، حالة من اليأس والضجر، ونسين ان ده ممكن يكون من رحمة ربنا تبارك وتعالى. يعني ان احنا لما يجي يقول الامر ويقول اجلسوا في المنازل فده مش جديد، النبي قاله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لسيدنا عقبة بن عامر، قال من نجا يا رسول الله في الحديث الصحيح؟ قال امسك عليك لسانك، ما تسمعش ولا تقول، لا تردد كلمات ولا تسمع اللي بيقول، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، حجر إيماني في البيت وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك أي عيد حساباتك مع ربك من جديد. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي عملوه أولي الأمر، ما فيش جديد. ومعانا الأستاذ سيد وهنكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيد سلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يعزكم ويعلي قدركم. المهم نضبط استقبال الاتصالات إن شاء الله. ربنا يبارك في حضراتكم. فالمنهج النبوي كان كده. طيب الحقيقة أنا لما اتصل علي، أنا دارس علوم الأعشاب ودارس علوم العلاج بعلاج الفيروسات بالأعشاب، ودارس الكلام ده من 15 سنة مش جديد يعني. فالحقيقة أنا اتصل علي بعض أصدقائي في بريطانيا، قالوا لي الحالة صعبة جدا جدا، وبعض أصدقائي برضو في أمريكا، بعض أصدقائي في أستراليا، بعض أصدقائي في أفريقيا، بعض أصدقائي في الدول العربية، أنت شايف إيه العلاج؟ قلت لهم يعني بالذات بتاع بريطانيا ده، وقلت له انشر رسالتي حول العالم. قلت له رقم واحد قاتل الفيروسات زيت القرنفل، زيت القرنفل. هتعملوا ايه؟ هنجيب براد كده او كاتل اللي هو فيه المايه السخنه، فنجان احطه على لتر ميه وخليه يغلي واستنشق 7-8 مرات. لو في جبال من الفيروسات هيسيحها ويدمرها، وهيدمرها وقتيا وهيشعر بالتحسن. ابني ده لما اتصل عليا وقال لي، هو طبعا هو وزوجته ولد وبنت، وقال لي اتصلنا ان حد يجي ياخدنا اسعاف ولا حد جه خدنا، والاطباء اغلقوا عياداتهم الخاصه، واحنا منتظرين الموت. فانا بدات اوصف له الوصفه اللي انا اقولها لحضراتكم. ناخد استاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. السلام
ربنا يسعدك ويعلي قدرك يا رب. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو ان الاتصالات فيها حاجه يعني. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع بقى هنا الى ايه؟ نرجع ان ابننا الفاضل واحنا في بريطانيا بدا يتواصل معايا، فقلت له على طول دلوقتي احنا محتاجين جوز الهند، زيت جوز الهند. فقال لي ما عنديش، قلت له عندك زيت القرنفل؟ قال لي ما عنديش زيت قرنفل. قلت له عندك قرنفل في البيت؟ قال لي اه. قلت له اطحن كميه صغيره بكميه صغيره، لان بيبقى فيه زيت وبيطير. طحن القرنفل وعملنا فنجان قرنفل على لتر ميه، وبدا هو قال لي كانت الاعراض اللي عنده، حرقان في زوره، وكان عنده اعراض زغلله في عينيه، وبرد في جسمه، وارتفاع درجه حراره، وتشنجه، ومش قادر ياخد نفسه. بدا يشم بفضل الله تبارك وتعالى، البخار اللي طالع من زيت القرنفل بعد ما طحناه، وبدا قال لي بحس ان نفسي بيتفتح، الرئتين بتتفتح معايا. قلت له اجتهد، اعمل ده مره واثنين وثلاثه، وبعد كده الحمد لله بدا يشعر بتحسن. قلت له طب بسرعه دلوقتي عايز ثلاثه فص ثوم، قلب البصلايه من جوه ولمونه، واجتهد بسرعه جدا، معلقه حبه سوداء، اجتهد جدا جدا، اضربهم لي كلهم في خلاط، وعايزك اشربهم وقتيا الزوجه وحضرتك والاولاد بسرعه دلوقتي، بحيث ان احنا نحاصر اي فيروس داخليا وخارجيا. وهناخد تليفون وهنكمل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. حبيبي. ربنا يعزك ويعلي قدرك. ربنا يعزك ويعلي قدرك. دكتور. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. اتفضل. انا اول حاجه عايز اقولها لحضرتك ان انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتني له يا حبيب. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اجمل حلقه انا سمعتها الحلقه بتاع سيادتك دي، لان هي بتدي فعلا امل للناس، والحياه هي الامل. نعم. بدون الامل مفيش فيها حياه. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. صحيح. فمفيش داعي للذعر اللي احنا فيه ده نهائي. الله يبارك فيك. المفروض ان كلنا نسلم امرنا الى الله سبحانه وتعالى. تسلم. وحضرتك ان شاء الله الحلقه دي هتكون فتحة خير للناس كلها. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. وانا سعيد جدا اني بتقابل مع حضرتك. الله يبارك فيك ويحفظك ويبارك في اولادك واهل بيتك، ويجعلكوا كده دايما نور على نور يا رب. الكلام ده ان شاء الله مع الف الف سلام. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. طبعا احنا هندخل بعد كده عن الامل بقى والتفاؤل. انا بس بدي الايه، ان الحكايه بسيطه والله واقسم بالله. اخونا الفاضل ده على طول قال لي بقى انا حاسس بتحسن، وحاسس ان انا بقيت انسان طبيعي، واولادي وزوجتي. انا عايز اقول لكم ان في الشهرين اللي فاتوا دول سيدات حوامل ما شاء الله ولدوا، حالتهم جميله جدا، ولادهم سلام وما عندهمش اي حاجه، ولا هي عندها اي حاجه. انا عايز اقول لحضراتكم ان كان في ناس في مستشفيات وربنا شفاها وطلعت بسلامة الله. أنا عايز أقول لحضراتكم إن كان في ناس جالها الفيروس وطلعت بسلامة الله. أنا عايز أقول لحضراتكم إن الحياة مليئة بالأمل. وهناخد الكلام بعد أخويا منصور. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ منصور سلام عليكم. ربنا يبارك فيك. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الله ينور قلبك بنور الله. أنا بحب حضرتك في الله. ربنا يعزك يا أستاذ منصور. نسأل الله أن يجمعنا وإياك والمسلمين في الجنة يا رب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا حبيب قلبي. مشكلة شخصية وبستأذن حضرتك في رقم تليفون ضروري يعني. حاضر إن شاء الله في الكنترول يديه لحضرتك بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا يا حبيب قلبي. فحضراتكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولادنا بقى الجمال، بدأت النفس اللي أنا قلته ده لابننا بدأ ينتشر، وبدأ عملت منهج علمي، وبدأت أنشره حول العالم. المنهج العلمي ده عبارة عن إيه؟ هو منهج عمله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة طبعا حاضر ناخد فاصل وإن شاء الله نرجع تاني بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرحبا بكل قلب يطمئن بنور الله. معنا أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. والله أنا أعرفك من زمان، بسم الله ما شاء الله عليك، الله أكبر. يا رب الله يعزك وعلى قدرك. جزاك الله خيرا، إحنا أملنا في ربنا كبير من نعم. الوباء ده نعم، ده درس لينا على الله إن إحنا نستفيد منه. أحسنت. إن شاء الله. أحسنتي. بس ليه طلب عند سيادتك. تفضلي. أملي في ربنا ثم فيك. مش طالبه حاجة. أنا الحمد لله ما عنديش حاجة وما عنديش أي أمراض. يا حي يا قيوم، ربنا يديم عليك الصحة والعافية. لا بس أنا عندي شلل أطفال معاقة. والمعاق المعاق، أنا أؤمن أن الإعاقة في يعني ما شاء الله ربنا منحك العقل واللسان والعينان ومنحك نعم كثيرة جدا جدا جدا، وفي حاجة صغيرة كده ساعات، فدي ما تبقاش هي كل حاجة. لا ده انت ربنا يعني أسلوبك في الكلام وأدبك ورقيك، الحمد لله ربنا يعزك ويديم عليك رضا وحمد بشكره. حتى دايما لما حاجة تحصل أقول له إذا مرضت فهو يشفيني. الله الحمد لله الحمد لله، يا لأني رب. هو الشافي من عند الله يا لأني رب. هو عارف بحالي يا رب يا رب يا رب. بالرغم عن كده أن أنا ماليش أهل. ربنا يعزك ويعلي قدرك. لا كلنا أهلك، ربنا يعزك ويبارك فيك. بالله أنا مالية أهل، عشان القسم ليا عم وعمة أنا ما أعرفش فين طريقهم. لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول ولا الله، ولا أخ ولا أخت ولا ابني ولا أب ولا أي حد. ليكي رب طبعا، ليكي رب. من حاجة الله، أنا مش حرمني من حاجة الله، رغم إن أنا معاقة الله ما بقدرش أخرج، ولكن مش حرمني. أنا بقول يا رب يا رب، هو بيقول لبيك. الله الله. طب إيه الهنا اللي أنت فيه ده؟ إن أنت في أنس مع الله. نعم نعم، بس الله. أنا كنت الأول بمشي، أنا كنت الأول بمشي على رجلي، بس نعم. رحت عليها ثلاث مرات فركبوا لي مشبك في رجلي وقالوا لي ملكيش الخروج تاني. فأنا من إطلاق برنامجك أطلب عجلة اللي هي بالموتور عن طريق برنامجك. الله يبارك لك يا حي يا قيوم. والله على رغيف عيش. شوفي ربنا يعزك، شوفي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي في ناس أفاضل، في جمعيات أفاضل بتشوفنا دلوقتي، وفي ناس أفاضل، وتيجي لجنة تشوف حالتك وفعلا تتبين حقائق مثل هذه الكلمات وتشوف احتياجاتك إيه وتكمل معاك بإذن الله تعالى. ربنا يبارك في حضرتك ويا رب يشفيك شفاء لا مرض بعده أبدا. والأستاذة سلمى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فضل. الله ينور قلبك بنور الله. أنا أول مرة كلمت حضرتك، يعني أول ما شفت البرنامج يعني حبيت أن أنا أتكلم معك. ربنا يكبر بخطرك ويعزك ويعلي قدرك يا رب. تفضلي. أنا دكتور متجوزة بقالي 4 سنين. نعم. ومحصلتش حمل. نعم. وأنا تعبانة جدا مش عارفة أعمل الصراحة. طيب اسمعينا بقى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في التليفون واسمعينا بقى من التلفزيون علشان الحاجات دي نشرحها سريعا. هو ربنا يعزك. رقم واحد، بدام انت رحت للأطباء وهناك بعض الموانع، أنا أنصحك بأن انت تأخذي برنامج. البرنامج ده اسمه طاقات الشفاء. طاقات الشفاء النورانية، طاقات الشفاء النورانية دي هي أننا نقيم في وقت التجلي. أنا أقيم بين يدي الله، أقوم بين يدي الله، أصلي في وقت التجلي. وقت التجلي هو ثلث الليل الأخير الذي يقول فيه الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه. أنت بقى في اللحظة دي أنت بتصلي ركعتين اسمهم قضاء الحاجة، بتكلمي ربنا وأنت ساجدة تقولي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وتحاولي ربنا يعزك ويعلي قدرك أولا تكسري من الاستغفار، لأن الله يقول ويمددكم بأموال وبنين في الاستغفار. وأيضا حضرتك بتحرصي كل الحرص على الصدقة. الصدقة ربنا تبارك وتعالى بيحقق بها أشياء كبيرة جدا جدا جدا.
بعد كده حضرتك ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب العالمين تشوفوا بقى الأسباب الطبية، الأسباب الطبية التي توصل إلى ذلك. يبقى أنا بجمع بين الطاقات الروحية اللي هي الدعاء، والدعاء خلي بالكم علمياً بقى كعلم. أنتوا عارفين الدعاء عبارة عن ذبذبات وترددات وموجات ومدى وأبعاد. الدعاء ده أنتوا شفتوا التليفون، التليفون اللي احنا بنمسكه ده، الصوت اللي احنا بنتكلم فيه ترددات وأبعاد وهكذا، اللي احنا بنطلعه من قلبنا ده بيوصل إلى السماء. خدت بال حضراتكم؟ وهناك موجات، يعني هناك موجات بتتفاعل مع الذبذبات اللي خارجة من عندنا دي، وربنا تبارك وتعالى بيمنحنا، بيمنحنا بقى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إحساس جميل إن احنا نبقى مع ربنا تبارك وتعالى، فأنا عايزك تكثري في ذلك، وإن شاء الله بإذن الله تطمنينا، وأول عائلة هتسميه رضا بإذن الله. عارفة لو ما سميتوش رضا بس ماليش دعوة بقى، ربنا يفرحك ويفرح قلبك يا رب، انت وكل اللي زيك. ام محمد سلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الله ينور قلبك بنور الله. عمرك ايه؟ ربنا يعزك. الحمد لله يا رب العالمين. يا شيخ رضا احنا بنحبك قوي، انا واولادي واخواتي وكل ذريتي. ربنا يكبر بخاطرك في اولادك واخواتك وحبايبك وكل اللي بتحبيهم يا رب. ربنا يخليك. دي حلقة تفاؤل، الحلقة دي جميلة قوي يا شيخ رضا، يعني رفعت من روحنا المعنوية والله. ربنا يعزكم ويبارك في عمركم و... ربنا يبارك فيك ويخليك لينا بابتسامتك الجميلة دي، تخليت روح التفاؤل ملت بيتنا بهجة وسرور. الله يكرمك ويكبر بخاطرك ويعزك ويعلي قدرك، ودايما كده نور على نور يا رب العالمين. بنشوفك في كل القنوات كده بابتسامتك وبهجتك وسرورك والجمال اللي انت فيه وروحك الجميلة دي يا دكتور. ربنا يعزك ويكبر بخاطرك ودايما نور على نور، وكلنا ننشر التفاؤل لأن هو ده دورنا في الحياة. احنا ملناش في الاكتئاب، الاكتئاب ده بتاع الناس اللي هم الناحية التانية، احنا بتوع ربنا، لنا الأمل، ربنا علمنا أن نكون من أهل الأمل. ربنا يبارك في حضرتك وأشكرك جدا. مع الأستاذ فايق. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. عليك السلام. يا شيخ دلوقتي يا شيخ انا عاجز وقاعد على كل. نعم. بس انا ما انا ما انا مش يا جماعه انا مش انا لست الشيخ، انا لست شيخا، وانا دايما بقول للاخوه في الكنترول ما حدش يقول لي يا شيخ رضا. مش عايز الناس تحطني في برواز الشيخ. بمعنى ايه؟ هو كل اللي اتكلم عن ربنا لازم يشتغل شيخ؟ مش انا قايل الكلام ده سنين طويله بقولها يا جماعه. مش عشان ان انت حبيت ربنا وحفظت كلامه وحبيت انك توصله للناس نقوم ان احنا نحطك في اطار الشيخ. جميل، ولكن انا بحب دايما الناس تقول لي يا رضا يا عبد الله، يا رضا يا عبدا لله تبارك وتعالى. خدت بال حضراتكم؟ ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعزك ويعلي قدرك. ازي حضرتك يا شيخ رضا؟ الله ينور قلبك بنور الله. حضرتك في الله. ربنا يعزك ويجمعني بيك في الجنة انت وكل حضرات السادة المشاهدين يا رب العالمين. ممكن اخد نمرة تليفون حضرتك؟ هو موجود حضرتك في الكنترول تحت امرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل. ام يحيى حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام يحيى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله. الله يخليك. تفضل. يا رب. تفضل. لو سمحت يا استاذ. تفضل. انا دلوقتي بقرا المصحف وينفع للميت. ينفع الدعاء وحي. بعد ما تقراي؟ لا يعني ينفع القراءه، يعني ينفع القران للميت. يعني شوفي حضرتك، انا بعد ما بقرا القران اقول اللهم اني اسالك بحق ما تلوته لك من قرآن يا رب العالمين أن ترحم أخي، أن ترحم أمي، أن ترحم أبي. أمي وأبوي أنا. الله يفتح عليك، اعملي كده وإن شاء الله نور على نور بإذن يعني الله. يعني القرآن يعني أنا بقرأ المصحف بنية أنا لهم هم. يعني أنت تقرأي بنية أن ربنا يتقبل وتدعي لهم. أنت تقرأي بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل وتدعي لهم، وأنت بتعملي عمل صالح وبتدعي لهم بعد هذا العمل الصالح إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يخزيك أبدا، لأنه اسمه الرحمن الرحيم الودود الكريم.
اسمه الحنان المنان. معانا الأستاذ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله ينور قلبك بنور الله. حضرتك كل سنة طيب. ربنا يعزك وانت بخير يا حبيب قلبي. حضرتك يا دكتور بالله عليك، أنا والدتي قاعدة جنب مني وسامعاك هي تعبانة، عندها الكبد والقلب وكبد. ألف سلامة يا ست الكل، ألف سلامة. ربنا ما يحرمناش منك ابدا، ويديك الصحه والعافيه، وهتقومي وهتبقى الف بركه، وتعزمين على الغدا وتقولي لي انا ربنا شفاني وما عنديش اي حاجه خالص. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، وهتقومي سالمه غانمه. بس خلي بالك لازم تعزمون على الغدا بعد ما تقوم وتمشي. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب العالمين. أم أمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا مرحبا. والله إحنا سعداء بيك والله. الله ينور قلبك بنور الله ويسعدك بأولادك وأهل بيتك وزوجك وحياتك وعمرك يا رب العالمين. أنا جوزي متوفي. علي رحمة الله وأسكنه الله فسيح جناتك. وأنا معايا ابني عنده 36 سنة. نعم. وكل ما أروح أخطب له عروسة يرجعوا الشبكة. وهو راجل مصلي وما بسيبش فرض وملتزم يعني ومطيع أمه وأهله وأخواته يعني. جميل جميل والله. يعني كان زمان الأستاذ جمعة قبيل كان عامل برنامج عن العرايس والعرسان، مش عارف، يا ريت والله، لأنه كان بيقرب المسافات بينهم. فيعني ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك لك فيه. أنا عايزه بقى إيه يستعين بقضاء ركعتين قضاء الحاجة، بنية إن ربنا يفتح الأبواب المغلقة والقلوب المغلقة والعقول المغلقة والمشاعر والأحاسيس المغلقة، وكده ربنا يعني يشيل الصدود ده ويجعله من أهل الحب وأهل الرحمة وأهل النور بإذن الله الواحد الأحد. خليه بس يحافظ على صلواته، خليه يحافظ على بره بيكي ويحسن إليكي ويقبل رأسك، وربنا ما يحرموش منك أبدا. ومعنا الأستاذ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو أستاذ عادل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الله ينور قلبك بنور الله. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ ربنا يسعدك ويبارك في عمرك. الله يخليك يا فندم. عايز أسأل حضرتك على حاجة يا شيخ. اتفضل. بقول لحضرتك أنا بصلي إيه الصلوات يعني إيه، وقول الله أحد يعني جميع الحاجات دي. جميل. مش يجوز أصلي يعني في كل وقت؟ أنا ما بعرفش الأربع ركعات دول، ينفع؟ ما بتعرفش إيه؟ الاربع يعني الاربع ايات دول، اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس واذا جاء نصر الله والفتح. طب يعني ربنا يعزك، انت عندك كم سنه حبيب قلبي؟ 60 سنه. كم؟ 60 سنه. 60؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. اولا مبدئيا ما دمت انت حافظ سوره الفاتحه وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقل هو الله احد وإذا جاء نصر الله والفتح، فده يعني شيء جميل جدا. بس أنا عايز أقول لك، أنت معاك كنز اسمه القرآن الكريم، كل ما تفتح كتاب الله تبارك وتعالى تاخد من أنواره وتاخد من تجلياته وتاخد من فتحاته وتاخد من بركاته وتاخد من اطمئنان وتاخد من عز وتأخذ من بهاء وتأخذ من نور جلال الله. فما تحرمش نفسك يا حبيب قلبي، وافتح كتاب ربك وضمه لقلبك وصدرك ومشاعرك وعواطفك وخيالك، وانطلق انطلق مع الرحمن. ما تضيعش فرصة الكنز ده من ايدك. استاذ كرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك. الله ينور قلبك بنور الله. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتني له، وربنا يعزك ويعلي قدرك. تفضل يا حبيب قلبي. لا انا حضرتك عايز اكلم حضرتك في موضوع شخصي، عايز رقم تليفونك. حاضر يا حبيب قلبي، ان شاء الله الكنترول ترجع له يديهولك باذن الله تعالى. الاستاذه سمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله ينور قلبك بنور الله ويسعدك يا رحمن. ربنا قلبي وجعني جوه والله. ربنا يجبر بخاطرك، ربنا يجبر بخاطرك. القلب اللي بيتوجع ده ان شاء الله الجابر له هو الله. ربنا ما يوجع قلبك ابدا، لا انت ولا كل قلب موجوع دلوقتي. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، انا متجوزه بقالي 6 سنين. نعم. ربنا ما جانيش وكشفت كتير يعني، ما عنديش اي حاجه. الله. انا بصوم وبصلي وحاسه ربنا خالص والله، مش عارفه والله اقول لحضرتك ايه.
بتقول كلام قوي، في معي أراد كثيرة بسمعها، والوحدة برضه وأهماني. ربنا يفرج كربك ويزيل همك وغمك، وربنا ما يرميكيش في ضيقة يا رب. اللهم إني أسألك بكرمك وبأسمائك الحسنى وبصفاتك التامات العليا وبحق اسمك الودود ودها يا الله، وبحق اسمك العاطي اعطيها يا الله، وبحق اسمك الرزاق ارزقها يا الله، ارزقها واجبر بقدرها هي وكل اللي زيها يا رب، فرحهم. أنت الذي قلت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فامنحها يا رب العالمين، امنحها يا رب غلاما تسعد به في حياتها وذرية صالحة، هي وكل من يراني الآن ولم يرزق بالذرية الصالحة، أجبر بخاطرهم يا رب. يا ريت كلهم، كل اللي شايفين معايا دلوقتي يقولوا: اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا ذا الطول والإنعام، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين، وارفع الهم والغم والبلاء عنا يا رب العالمين يا رب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. الله، نرجع بقى، ربنا يبارك في حضراتكم. يعني مهم جدا جدا ان احنا يعني نطبطب على بعض ونمسح دموع بعض، ويبقى لنا دور في الحياة. معانا الأستاذة سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله ينور قلبك بنور الله، تفضلي. أنا سلمى لسه مكلمة حضرتك. تفضلي. انا كنت بتكلم يعني في موضوع الفلفل كده يعني. في، شوف يا سلمى، ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد، اولا بعد ما بتراجع الاطباء وبتاخد العلاجات بتمسكي الاستغفار، مهم جدا، وفي سجودك مع العزيز الغفار تقولي: ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. وربنا تبارك وتعالى يقول في القران: واصلحنا له زوجه، حتى لو فيكي أي حاجة الله قادر على أن يصلحك، يصلح ما فيكي، الله قادر وهذا ملكه، وإن شاء الله ربنا ما يرميكيش في ديه أبدا. أستاذ محمود، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله ينور قلبك بنور الله. حضرتك يا دكتور، أنا كلمتك من شوية بس خط قطع. اتفضل. الحاجة تعبانة. نعم. وعايزة تصوم. وعايزة؟ لا، بتصوم. حتى النوافل بتصومها يا حاجه، انت تعبانه وما ينفعش، تقول لك لا، وحتى الصيام بتعبها. يعني عايزه تروح للدكتور؟ لا، هي عايزه تصوم، عايزه تصوم، عايزه تصوم. شوف يا حبيب قلبي، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو طبعا اساسا ومن كان منكم مريضا او على سفر، يعني ربنا اللي خلقها وعالم بيها اعطاها رخصه ان المريض لا يصوم، وربنا تبارك وتعالى ارحم بنا منا. يعني احنا ليه عايزين نقول له يا رب لا، ده احنا امنا اعلى من اوامرك؟ لا، احنا عايزين، احنا ماشيين حسب اوامر ربنا تبارك وتعالى. وهي تجتهد بقى في الاستغفار، لان طبعا هي مش لا تصوم، لان عندها مواعيد للادويه، عندها مواعيد لاشياء معينه. فان شاء الله باذن الله الواحد الاحد هي يعني بدام هي في مرحله المرض اللي هي فيه ده، فاسال الله تبارك وتعالى ان يشفيها شفاء لا مرض بعده ابدا، وتتعامل مع النص القرآني من رب رحيم كريم، بأن هي تطلع عن كل يوم يوم بإذن الله. معنا الأستاذ شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله ينور قلبك بنور الله، تفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، كان جوزي حلف عليا يمين، فقالوا لي طلعي 100 جنيه لأهل الله. شوفي يعني أنا هنصحك بنصيحة، أنتوا بلدكم إيه؟ البحيرة. أنا أنصحك، في عندك وزارة الأوقاف عندها لجنة تسمى لجنة الفتوى، خدي زوجك
واطلعي بيه على وزارة الأوقاف واجلسي مع المشايخ الفضلاء في قضايا الطلاق بالذات. اوعي تسمعي كلام حد، لازم تاخد انت وجوزك يكونوا حاضرين مع بعض، لان ممكن حد يحرمك وانت حلال وممكن حد يحللك وانت حرام. فلازم انت وزوجك يروحوا امام هذا الفقيه العالم وتشرحوا الامر وانتوا الاثنين قاعدين قصاد بعض، وان شاء الله باذن الله تعالى هتسمعوا منه كل خير وكل ما يسعدكم باذن الله. الله الله ينور قلبكم بنور الله. فنرجع بقى حباب قلبي، يبقى احنا دلوقتي في ظل المواقف اللي احنا فيها دي. حاضر. طب معنا ام احمد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله. عزك الله يا شيخنا، عزك الله. ربنا يكبر بخاطرك واولادك واهل بيتك ويجعلكم سعداء وما يرميكوا في ضيقه ابدا ويفرحكوا بحياتكم وتبقوا سعداء. يا رب. انا مش عايزه من حضرتك حاجه الا دعواتك لينا ولابني ومراتي في حالكم يجمع. اللهم امين يا رب. يا رب يدخل ربنا يدخل على قلوبكم وعلى قلوب الناس الفرح والسرور يا رب. باقصى جهدك. ربنا يكبر بخاطرك، اتفضلي. اسال الله عز وجل ان يدخل يا رب ان الناس كلها. اللهم إن الناس يطلبون مني الدعاء لعلمهم أنني أحبك. اللهم استجب ولا تخيب رجائي فيك يا رب العالمين، حتى يعلموا أن حبي لك قد استجبت من أجله الدعاء يا رب. هم يظنون أنني أحبك وأنا حقا أحبك، فيطلبون مني الدعاء لأنني أحبك، فلا تخيب رجائي في هذا الحب يا الله، واستجب مني دعائي لهم. اللهم فرج كرب كل من يراني الآن وكل من يسمعني وكل من طلب مني الدعاء. اللهم فرج كرب الكرة الأرضية وارفع عنها الهم والغم والكرب العظيم، وارفع عنها الوباء والبلاء يا الله. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ رجب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا شيخ رضا، ربنا يبارك. اتفضل يا حبيبي، الله يكبر بخاطرك. دلوقتي حضرتك انا بصلي بس بقطع في الصلاه. يا حبيب قلبي. وعايز التزم في الصلاه، او انا مبسوط منك قوي يا رجب ان انت بتتحاور مع نفسك في هذه الايام وبادئ تصلح من نفسك. ده ان دل فانما يدل على ان انت يا رجب حاجه جميله قوي، وحد قلبك نظيف قوي، وحد بتحب ربنا قوي. اشكرك جدا. بس عايزين بقى الهمة الجميلة اللي معاك دي، اذهب إلى ربك، اذهب إلى سيدك ومولاك، اذهب بحالة من الحب، حالة من الأنس. قف بين يدي الله يا رجب وقول له أنا جيت لك يا ربي ويا سيدي ويا حبيبي، سامحني على الأيام اللي أنا قصرت فيها، سامحني على الأيام اللي أنا ما سجدتش فيها وسمعت كلام الشيطان، سامحني على الأيام اللي ما كانش فيه بيني وبينك وصل فيها يا الله، سامحني على الأيام اللي أنا في شدائدي ما جيتش ترميت في السجود لك وقلت لك ارفع عني، سامحني على الأيام اللي أنا كنت فيها بعيد عنك أوي يا رب، أنا ماليش غيرك. ساعدني إن أنني أكون عبدا لك، ساعدني أن أحافظ على صلاتي، قويني على عبادتي، وافزع إلى الله تبارك وتعالى. حبيب قلبي افزع إلى الله تبارك وتعالى، صدقني يا رجب هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى منحك رضاه ومنحك محبته. وروح لربنا بقى يا رجب بقلبك، روح له بقلبك مش بجسمك، لأن قبلة الجسم الكعبة، أما قبلة القلب الله. روح له يا حبيب قلبي، وما تسيبش بقى صلاة بعد كده، لأنك هتبقى دايما مع حبيبك، هتذكره هيذكرك، وإذا ذكرك منحك رضاه، وإذا ذكرك منحك شفاه، وإذا ذكرك رزقك وفتح عليك وأنار قلبك وساعدك في حياتك. أستاذة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. سلام مرحب عليك. الله ينور قلبك بنور الله. الله يخليك. تفضل. الله يخليك. بقول لك
انا عايزك تدعي لي، انا تعبانه والله. الف سلام عليك، الف سلام. حاضر، ندعي لك قوي باذن الله. اسال الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل يا رب العالمين. ربنا يعزك. ام خالد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله. الله يعزك ويكبر بخاطرك في الدنيا والآخرة. ربنا يعزك ويكبر بخاطرك وبارك لك في أولادك. ربنا ما يرميكي في دقيقة أبدا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب، تحت أمرك، تفضلي. الأستاذة منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله ينور قلبك بنور الله، اتفضلي. اللهم آمين. ازي حضرتك؟ الله يعزك ويكبر بخاطرك في الدنيا والآخرة يا رب. بالله عليك يا دكتور رضا، ادعي لي ان ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. اللهم آمين، اللهم آمين. وانت بقى زي نفس الكلام اللي أنا قلته للسيدات الفضليات قبل كده، انت اعملي بيه. يبقى عندنا الاستغفار ومطلوب في السجود، ربي هب لي من لدنك ذريات طيبة، وتقولي اللهم أصلحني يا رب العالمين كما قال تعالى وأصلحنا له زوجة. وأصلحنا له زوجة ليس في الحمل والولادة فقط، إنما أصلحنا له زوجة في قلبها، أصلحنا له زوجة في عقلها، أصلحنا له زوجة في مشاعرها، في عواطفها، في احتوائها لبيتها، لزوجها، لحياتها، مطلق مطلق الصلاح. وأصلحنا له زوجة والدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أي التي صلحت في كل شيء. وما أعظم هذه المرأة التي لجأت إلى الله فأصلحها الله. اللهم نور حياتكم يا رب، واجعلكم كلكم من السعداء يا رب العالمين. نيجي بقى بعد كده حضراتكم، يبقى البرنامج بقى اللي احنا عايزين نعمله النهاردة إن شاء الله. أم عز حاضر، أهلا وسهلا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم عز. متعك الله بالصحة والعافية. الله ينور قلبك بنور الله، اللهم أمين. وحضرتك وأولادك. اللهم أمين يا رب. اتفضل. دلوقتي حضرتك جدتي تعبانة وعلى طول رجليها بتبقى ورمة، ويعني تعبانة على طول، بتكشف كتير ومفيش حاجة جديدة خالص. نعم. لا، هو حضرتك مفيش حاجة اسمها مفيش جديد. مش جدتنا دي الفاضلة بتتنفس، مش جدتنا الفاضلة دي بتاكل وبتشرب، مش جدتنا الفاضلة دي عندها شعر بيتسرح وبيطول و يبقى في جديد في حياتنا. إنما مفيش جديد يعني معناه خلص، كل حاجة خلص، إنما في جديد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جدتنا ويحفظ كل الجدات اللي بتتشوفنا دلوقتي، ويديلهم طولة العمر، ويجعلهم كده أجمل نساء العالمين يا رب العالمين. ودايما نشوفهم كده صغار السن وحلوين ومتهنيين وفرحانين، وإن شاء الله كده نشوفهم كده دايما في جمالهم وبهائهم وروعتهم وفي إيمانهم وفي قربهم بربهم. وما أروع هؤلاء الجدات العظيمات، ربنا يحفظهم لنا جميعا يا رب العالمين. فحبايبي ربنا يشرح صدركم وينور قلبكم بنور الله. يبقى سريعا كده احنا عايزين نعمل لنفسنا، احنا دلوقتي دستور عملي بشكل عملي. يبقى رقم واحد ان احنا لابد ان احنا نحافظ على الوضوء 5 مرات في اليوم. في فيروسات، ما فيش فيروسات، ده اما يحصلنا من الفيروسات او يعني يبعد عنا الفيروسات. طب ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من ضرنيه شيء؟ الصحابة قالوا: لا يبقى من ضرنيه شيء. هل يبقى من ضرنيه أي من أمراضه؟ هل يبقى من ضرنيه أي من فيروساته؟ هل يبقى من ضرنيه أي من الأوبئة الموجودة؟ هل يبقى؟ قال الصحابة: لا يبقى من ضرنيه شيء. يبقى احنا هنا بنتعلم إن الوضوء أنني أغسل أنفي 5 مرات أستنشق واستنسر، بغسل فمي 5 مرات أستنشق واستنسر، بغسل يدي، بغسل وجهي، بغسل، بمسح على شعري وعلى رجلي واغسل رجلي. نظيف نظيف. ولذلك منظمة الصحة العالمية دلوقتي بدأت تاخد بهدي حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا عطس عمل كده
في كوعه صلى الله عليه وآله وسلم ما كذب. فالناس تقول لهم اتعلموا من 14 قرن كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل كذب. احنا عايزين بس نعود إليه بحب، أعود إلى حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بحب، لأن حبيبي ترك لي كنوز من المعرفة. طيب يبقى أنا دلوقتي بحافظ على الوضوء ليه؟ لأن حبيب قلبي أي نوع من أنواع الجراثيم وحتى الأوبئة، الجراثيم اللي هي أو الفيروسات اللي هي مع الأوبئة دي بتخترق جسم الإنسان من 3 ساعات، من 4 ساعات إلى 7 ساعات تبقى عالقة بجسم الإنسان تنتظر إلى اختراقه. فإحنا طول ما إحنا متوضئين بنستنش، ما بنوصلهمش بقى لا إلى الفم ولا إلى الأنف ولا 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 ولا. طيب أنا دلوقتي عندي وباء عالي جدا وشغال، مطلوب مني إن أنا لما أجي أتوضأ أتوضأ بدرجة مية حرارتها 30%، 30%. بصم وأتوضأ لأن ده بيسيح أي نوع من أنواع الفيروسات الجيلاتينية اللي موجودة دلوقتي، خلي بال حضراتكم. وأيضا لما بتغرغر كده ومج المية ده بينزل أي فيروس عالق في حنجرتي. وإيه، وارحموا نفسكم من الكلور اللي انتوا عمالين هكلمكم هكلمكم. حاضر أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا بحضرتك، ربنا ينور قلبك بنور الله يا رب. الله يخليك يا عم الشيخ. تفضل يا حبيبي. انا معايا مراتي حملت مرتين، وكل ما بتحمل كده ما فيش نصيب، في المره في الخامس ومره في الشهر الثاني. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. طيب انتوا عرضتوا نفسكم على الاطباء؟ يعني ليه المرحله العمريه دي تحديدا بيحدث فيها ده؟ عرضنا. طيب انا الحمد لله دلوقتي هي حامل، يعني لك تدعينا كده يا عم الشيخ. طيب لا، في وصفة بقى، في وصفة خدها مني دلوقتي. رقم واحد كل يوم الصبح على الريق تجيب 7 تمرات في كوباية لبن وتضربهم في خلاط، وتمسك كوباية اللبن دي وتحط صبعك، بعد ما تغسل صبعك تحط صبعك في كوباية اللبن، بص، وتيجي ونفسك في اللبن أو هي نفسها في اللبن لأن هي اللي هتشرب، تعمل ده وتقرأ الفاتحة آية الكرسي المعوذتين، الفاتحة آية الكرسي المعوذتين، الفاتحة اسمها الشافية بإذن الله تعالى، وتشرب ده على الريق يوميا يوميا لحد ما تولد. وعايزك بقى لما تولد بسلامة الله تقوم تبشرني تقول لي احنا مشينا على الوصفة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا دلوقتي 7 عيال. ربنا يعزك ويعلي قدرك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. أم هانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله ينور قلبك بنور الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويرزقك الصحة والعافية يا رب. اللهم أمين. وحضرتك وكل حضرات السادة المشاهدين يا رب. معلش استحملني دقيقة بالله عليك. حاضر، بس حاجة مبشرة بإذن الله لمصر يا رب، تحت أمر. أنا قبل ما كورونا أصلا تيجي خالص، نعم، 12 قبل ما تيجي العالم كله، نعم، أنا شفت رؤية، نعم، بس ما رضيتش أقولها، ما أعرفش اللي ده كله هيحصل. نعم. حلمت إن في تسونامي جه في العالم. تسونامي جه في العالم، نعم. هو كورونا كده حاجة زي كده يعني. نعم. فجت لدرجة إن إحنا قعدنا في البيوت زي اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. نعم. قعدنا في البيوت وقفلنا بيوتنا كلنا. نعم. فأنا في الرؤية عملوا ليه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ مش مصدقين اللي بيحصل. قفلنا كل بيوتنا، فجأة لقيت تكبيرات العيد في الجوامع، الله أكبر الله أكبر، تكبيرات العيد، رحنا الله. كلنا خارجين فاتحين البيبان وقعدنا نهيص في الشارع ونقول الله أكبر. الله. الرؤية دي والله شايفاها قبل ما اللي بيحصل ده كله الله. يحصل. وفعلا فعلا جت مبشرات في رؤى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في البداية قال إلزموا بيوتكم، الفرج العاجل جاء، الفرج العاجل جاء. دي برضو رؤية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا نلزم البيوت صح لحد ما الموضوع يخلص إن شاء الله، وبإذن الله نخرج. ربنا يبشرك بكل خير ابنتي العزيزة، ويا رب يفرحك ويفرح قلبك وندخل كده الفرح والسرور على الناس ويعيشوا حياتهم بشكل جمال. أم مصطفى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله. الله ينور قلبك ويسعدك ويبارك في عمرك يا رب، يبارك فيك يا رب وحضرتك يا رب. تحت امرك، اتفضلي. بقول لحضرتك اخويا اديه له بالله عليك عشان الزقازه الجديده دي يا حاج رضا، الله يبارك لك.
ربنا يشفيه شفاء لا مرضى بعده ابدا يا رب العالمين. بالله عليك عشان يعني هو نوع التعب اللي عنده ايه؟ حضرتك هو كان من مكون سنه 23 سنه حضرتك؟ نعم. واتفصل هو ومراته ودخل حضرتك دلوقتي يعني 20 يوم او شهر دلوقتي بالظبط. فهو كل ما يروح لها حضرتك بحيث ما يجيش مع العيال هي مش قابله خالص. طيب صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. يسيبها يسيبها كده يهدي الامور بس يستعين بالله تبارك وتعالى ان هو يمسك سبحته الحلوه يستغفر ربنا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر ربنا 100 مره، صلى على النبي 100 مره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مره، يقرا جزء من القران، يستعين بالرحمن تبارك وتعالى، وبعد ما تهدى الامور لا مانع ان يتصل عليها يتصل عليها الاول ويكلمها ويقول لها وحشتيني يا حبيبه قلبي وربنا ما يحرمنيش منك، ربنا يخليكي ليا يا عمري، انا ما اقدرش انسى الايام الجميله اللي عشناها مع بعض، اي منغصات حصلت لنا في حياتنا ما تمثلش 1%. فان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله يكون الالفه بينهم. اسال الله عز وجل، اللهم اني اسالك يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه ان تجمع بينهم يا رب العالمين يا رب. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. معنا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. الله يسعدك ويعلي قدرك يا رب. الله ينور قلبك بنور الله. بس يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه يا رب العالمين. اللهم امين. ازيك يا استاذ؟ الله ينور قلبك بنور الله. اتفضلي. ماما تدعي لوالده ووالدتي الله يرحمهم. اللهم اسكنهم الفردوس الاعلى هم وكل امواتنا جميعا يا رب العالمين والاموات الذين ماتوا من قبلنا يا رب العالمين. وحاجه ثانيه تدعي لاخواتي الاثنين ربنا يرضيهم يا رب، هم الاولاد اللي مش بيخلفوا. اسال الله عز وجل ان يرزقهم الذريه الصالحه يا رب العالمين، عليهم بكثره الاستغفار والاستعانة بالعزيز الغفار والسجود في قيام الليل. وبعد يعني الحاجات دي لها أسرار، هناك أسرار يا جماعة، أسرار وأنوار وتجليات مع الرحمن تبارك وتعالى. أنا عندي أسرار لناس ما كانتش بتخلف وما شاء الله تبارك الله لما تشعبط في حبل الرحمن وأخذ الأسرار والأنوار. الأسرار يعني إيه؟ أسرار المناجاة مع الله، أنك بتناجيه وأنت ساجد وتدخل في عالم السجود الذي قال فيها ربي تبارك وتعالى واسجد واقترب، وأنت في حال القرب في حال السجود تقول له ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ومن قلبك وتدعو بما تشاء وبما تحب إنه سميع قريب. ربنا يسعدكم جميعا. أستاذة نوال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا الله وعمين يا رب، عايزك تدعي لاولادي ولجوزي محفوظ. اسال الله عز وجل ان يفرج كرب الجميع، اللهم فرج كرب الجميع وخليهم يشتغلوا في لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر، هكلم حضرتك. انا عايز برضو يعني اخواتي المشاهدين، لو انا مثلا واحد اتسجن بسببي لانه عليه 30,000 20 عليه فلوس وانا استطيع ان انا في الشده دي ان انا اخرجه وعلى امل ان يبقى في اتفاق انه هيسددني ومع الايام هيسدد لي الفلوس، لا مانع، لا مانع ان احنا نروح المحاكم ونعمل تنازلات في الشهر العقاري ونطلع ناس من سجون، نطلع ناس غارمين، نطلع ناس كان بيننا وبينهم شغل وحصل بعض المشاكل و فربنا يعزكم اللي يقدر يعمل ده دلوقتي، يا سلام، ويدخل الفرحه على الناس، والله ربنا ما يكسرك ابدا. وخلي بالكم هذا الامر يقي مصارع السوء، وربنا يحميكم، وانا عارف انتوا قلوب رحيمه وهتعملوا كده باذن الله. ام امل السلام عليكم. ام جنه ربنا يجعلك مباركه، انتوا جنه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله ينور قلبك بنور الله يا رب. يا رب دعوتك لينا، ربنا يسعدك ويسعد جنه ويسعد ولادك وحبايبك وجيرانك والشارع اللي انت فيه وبلدنا كلها وبلاد كلها يا رب العالمين. ربنا يخليك زاخر بالايمان والتقوى والدين والعلم لبلدك والبلاد المسلمين اجمعين والعالم كله. والعالم كله، خلي بالك انا بدعي للانسانيات ككل، لان والله والله احسنتي أو نحن اتباع رسول ربه تبارك وتعالى ارسله رحمه للعالمين، بشريه كلها. احسنتي،
وبعدين نحن أتباع رسول كان رقيق القلب، حزن لحزن طفل مات عصفوره وقال يا أبا عمير ما فعل النغير. فالرسول بتاعي حزن لحزن طفل مات عصفوره، فازاي أنا ما كنش رقيق القلب رقيق المشاعر ويبقى عندي إحساس في النصوص اللي ربنا أنزلها والنبي قالها صلى الله عليه وسلم. ربنا يعزك ويبارك لك في أولادك وينور حياتكم، ويا رب ما يرميكم في دي أبدا يا رب العالمين. أم ملك، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله ينور قلبك بنور الله. ألو. ويبارك لك في ملك، ربنا يبارك لك في ملك يا رب العالمين. يا رب، ملك ومريم ومحمود. الله أكبر، ملك ومريم ومحمود، اللهم احميهم وباركهم يا رب العالمين، يا رب. في يا عم الشيخ، في حاجات بتحصل بس قبل ما تحصل أنا ببقى عارفة إنها هتحصل. نعم. مش عارفة ليه، عندي اكتشاف في كل حاجة كده، عمري ما حلمت حلم إلا ما يتحجم، بس فاكراه ومش عارفة ما بفتكرهوش إلا هو يعني هو بيتحجج قدامي. بقول انا شفت كده وعملت كده. طيب حاضر، هجاوب حضرتك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هتكلم دلوقتي كلام مهم جدا جدا عقولنا تفهمه. في حاجه اسمها السفر بروحي في الزمن، السفر بروحي في الزمن. ولذلك سيدنا حارثه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أظمأت نهاري، يعني صمت نهاري وأقمت ليلي، وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة وهم ينعمون وأهل النار وهم يعذبون، واستوى عندي ترابها تراب الدنيا وذهب الدنيا. عمالي كان يتكلم مع النبي فيقول له إيه؟ وكأني وكأني، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أكد له أنها حقيقة فقال له عرفت فالزم. بنتعلم من ده ايه؟ ان في حد بيكون عنده شفافية فيرى، يرى القادم، ده بيبقى مسافر في الزمن بروحه في الزمن، مسافر بروحه في الزمن، هو لا يعلم الغيب، انما ربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلمه مثل هذه الاشياء. في فرق بين واحد يقول انا بعلم وفي واحد تاني ربنا اللي بيعلمه بيديله من عنده فتحات اشراقات فهمات عطاءات، كل دي من عند ربنا سبحانه وتعالى لا يملكها العبد، لأن أنا دوري عبد ولست رب ولست ربا. خدت بال حضراتكم؟ يبقى لما نلاقي ناس عندها شفافية بتشوف رؤى والرؤى دي تتحقق في الواقع، فالناس دي سافرت روحهم في الزمن. ومعانا أسئلة، عندنا أدلة من أحاديث النبي كثيرة جدا جدا جدا، إن شاء الله مع الأيام هعمل لكم حلقة اسمها السفر في الزمن، لأن إحنا يعني سبقنا الدنيا كلها في علم السفر في الزمن، ولذلك خدوا مننا هذه العلوم في الخارج وبدأوا يطبقوا عليها أشياء وهي بتاعتنا، منها يا سارية الجبل فسمع سارية صوت عمر، وسيدنا عمر لما شاف سيدنا سارية وهو على بعد 3000 كيلو، فحاجة اسمها الجلاء البصري والجلاء السمعي، وهنتكلم في الحاجات دي بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله ينور قلبك بنور الله، مرحبا بحضرتك. الله يبارك لك يا شيخ. انا على طول بحلم يا شيخ، الحلم ده ما بيسيبنيش خالص، ان انا على طول في امتحانات، ان انا بروح المدرسه وامتحن وما بعرفش احل اي حاجه. لا ان شاء الله تحلي بطاعتك لربك تبارك وتعالى. حاضر، انا هكلمك. بالنسبه لاولادنا ربنا يعزكم ويعلي قدركم، يعني أنا ما كنتش عايز أخش في منطقة الأحلام، إنما ده أحد العلوم التي كان يقوم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي علوم مبنية على الطاقة الروحية. كلما كانت روحك شفافة، كلما رأيت أو فهمت ماذا يقول الرائي. خدت بال حضراتكم؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في الصباح كان يقول من منكم رأى رؤيا الليلة؟ كان يسأل صلى الله عليه وسلم. يعني علم الرؤى ده مش علم خبل وهبل، لا طبعاً، ده علوم، ده علوم شرعية. خدت بال حضراتكم؟ ولكن من يقوم بهذه العلوم؟ فإن شاء الله بإذن الله تعالى مطلوب بقى من حضرتك تحافظي على صلاتك، تحافظي على كثرة الاستغفار، تحافظي على قربك بالعزيز الغفار. ومعانا الأستاذة راشا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. الله يسلمك يا دكتور، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب كده. الله يعزك. والنبي يا دكتور عايز
تقول لي بس الحل ايه في الموضوع اللي انا فيه دوت، لحسن انا محتاره قوي. تحت امرك، اتفضلي. انا تعبانه قوي قوي قوي، بقالي 30 سنه بتعالج، يعني علاج على جميع الدكاتره ومفيش حد خالص، واخرتها في اللي بيقول لي ده سحر، وفي اللي بيقول لي ده معمول لك حاجات انك تبقى بالمرض وكده. نعم. وانا مش بحط في دماغي الحاجه دي خالص. نعم. فانا دلوقتي عايزه حل، هل ده صح انه ده سحر او اعمال ولا؟ حاضر، صل على النبي. حاضر، اجاوب حضرتك، اجاوب حضرتك. ربنا يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. احنا لابد ان احنا نؤمن بأن يعني السحر ذكر في القرآن الكريم، وساعات بيكون المرض ابتلاء، امتحان. الحديث النبوي يقول إن العبد لا يكون له المكان عند الله تبارك وتعالى لا يصلها لا بصلاة ولا بصيام، فيبتليه الله ليبلغه إياها، يعني يبلغه هذه المنزلة. طيب إحنا دلوقتي حضرتك بتقولي إن التعب طول علي، فأنا أعمل إيه؟ رقم واحد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عليك بالدعاء دائماً مع ربك تبارك وتعالى، وهو الذي قادر. وعلمي أن ما تألم ابن آدم من ألم حتى الشوكة شاكها إلا حط الله بها عنه خطيئة ورفع الله له بها درجة. فمهم جدا جدا، ربنا يعزك وينصرك ويبارك في عمرك، أن حضرتك تحرصي تعلمي أن كل اللي أنت فيه ده ربنا سبحانه وتعالى يثيبك عليه لما تبقي من أهل الرضا وأهل الصبر وأهل الكرم، ربنا بيثيبك عليه وهتلاقي بقى مقامات لك في الجنة بإذن الله تعالى. طيب مواضيع بقى السحر، ناخد بالأسباب. الأسباب هي إيه؟ هي الرقية الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركها لنا صلى الله عليه وسلم. رقم واحد الفاتحة، آية الكرسي، أيضا خواتيم سورة البقرة. عندنا 6 آيات لفك السحر في القرآن الكريم، جاءوا في القرآن الكريم اسمهم 6 آيات فك السحر، اللي هم الحوار بتاع السحرة. وفي أنا ليا رقية شرعية موجودة على النت، هتلاقي فانوس لونه أخضر، فانوس لونه أخضر، اسمعيها، حط الهيدفون في ودنك بإذن الله، لو في أي ألم في أي حاجة إن شاء الله ربنا يصرفك، يصرف عنك بإذن الله. معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور قلبك. يا مرحبا، يا مرحبا. مرحبا. الله يسعدك. ربنا يعزك في الله. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي ويسعدك ويبارك في عمرك. والله اللي يشوف وشك السمح دي كل حاجه تروح عنده خالص. ربنا يبارك في عمرك ويشرح صدرك ويجبر بخاطرك ويزيل همك. ايوه والله انا عندي كرب جامد قوي 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 قوي. اشتغل في دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان شاء الله الكرب يتشال عنك على طول باذن الله، لان ربنا يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين الذين يقولون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يبارك في عمرك يا محمد بيه. أستاذة ولاء، السلام عليكم ورحمة أيوة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، فضلي. لو سمحت انا على طول تعبانه ومش عارفه هو ده ابتلاء من ربنا ولا، بس انا كل ما اروح لدكتور معدتك فيها التهابات مش عارفه ايه. طب هو يا ده ابتلاء ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ طبعا يا ست الكل، ربنا يبارك في عمرك. انا بس عايز اسال حضرتك بتحافظي على صلاتك؟ انا بصلي وبقرا قران على طول. تسلمي على طول تسلمي تعبان. تسلمي. بس انا عايز اقول لحضرتك التمر باللبن جربيه، اقراي على كوبايه التمر باللبن بعد ما يطحن الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، اقرأيهم في اللبن وفي التمر واشربي على الريق، وابقي أعطينا خبر ماذا حدث لمعدتك. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظها من كل مكروه وسوء. وراجع الأطباء، في أدوية جميلة وفي حاجات جميلة، وطب الأعشاب دي علوم، طب الأعشاب مفتوح له أجزخانات في جميع أنحاء العالم. ومعانا الأستاذة مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، ربنا ينور قلبك بنور الله، اتفضلي. الله يخليك. انا دايما عايزه اقول لحضرتك ان انا دايما بحلم حلم موحد معايا، يعني هو الحلم اللي بحلمه على طول. اتفضلي. بحلم على طول ان انا في امتحان ومش عارفه احل، بغش في الامتحان. لا ما تغشيش بقى ان شاء الله، انا بس مطلوب من حضرتك ربنا يعزك تحافظي على صلاتك، برنامجك الطاقة الروحية اللي جواك تحافظي عليها عشان تعمل لك اتزان بين الجسد والروح. تحافظي على الطاقة الروحية اللي في جسمك، تحافظي بقى على الأذكار
اسمها الأذكار الجلالية. الأذكار الجلالية اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله 100 مرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فتقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله على مسبحة على مسبحة، على صوابعك على صوابعك، على عداد على عداد. وبعد كده تدخلي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا علي من الصلاة وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فتكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحصلي بقى على تجليات وبركات الصلاة، وإن شاء الله ربنا يجعل الشفاء. أستاذة هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم؟ الله ينور قلبك بنور الله. لا والله العظيم والله العظيم أنا مبسوطة خالص إن أنا وصلوني إليك والله. ربنا يبارك في عمرك حضرتك والله، وقلبي دق كده. ربنا يبارك في عمرك، ربنا ينور حياتك وأسرتك وكل حبايبك يا رب العالمين. الله يخليك. أنا والله معايا طفل متوفى لي 5 شهور. يا حبيب قلبي. كان سنه 3 سنين يعني، توفى مني يا حبيب قلبي كده يعني. فأنا والله الحمد لله حمدت ربنا الحمد لله، ومن يوميها وأنا بصلي. أحسنت. الحمد لله ما كنتش بصلي والله، ما كنتش ملتزمة خالص بالصلاة، بس من يوميها وأنا بصلي. ونفسي تدعي لي يا عم الشيخ، ربنا غيره. بس ربنا يعوض عليكي، ربنا يعوض عليكي قلبك الموجوع ده، ربنا هيعوض عليكي بيه. حاولي بقى ان انت تكسري من الحمد لله، الحمد لله، عشان تبقي من اهل الحمد. عندنا الحمدون، عندنا اهل الحمد. اهل الحمد دول الذين يقولون الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في كل حاجة. هناخد أم ملك وإن شاء الله بعد كده بقى عشان أوصف الوصفة اللي أنا عايز أوصفها ونقول الدعاء. أم ملك، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلي، ربنا ينور قلبك بنور الله. يا شيخ أنا عندي أعراض سحر كتيرة معمولة لي من زمان أوي، دي سنين يعني. وبعدين شغلت البقرة والرقية الشرعية وما فيش أي تحسن. إيه خلاص حضرتك، ربنا يعزك ويعلي قدرك. في أدعية، الأدعية دي موجودة، هتلاقي فانوس أخضر كده على اليوتيوب، اسمعيها. دي أدعيتي اللي هي خلاصة السنين، اسمعيها بتفون كده في أذنك. وخلي بالكم يا جماعة، أنا مش تاجر بالدين، أنا لا أتاجر بالدين. العلم اللي أنا بقوله ده كله لا أتقاضى عليه ثمنا من حد، لأنني عبد الغني، خدت بال حضراتكم، وما بشتغلش بالدين أساس، وما بحبش الشيخ. المهم إلى مش عايز أتكلم. خلاصة القول اللي أنا عايز أقوله لكم، أي حاجة أنا بقولها لحضراتكم أنا لا أتقاضى ثمنا من أحد. فعايز بقى بإذن الحي القيوم اسحبوا الدعاء ده، وإن شاء الله اسمعوه بالهيدفون، هتلاقي كده فانوس لونه أخضر، لأن أنا بحب العالم الأخضر ده. وإن شاء الله بإذن الله محمد بيه رمضان بإذن الله في الدكور القادم، هو وليد بيه عمارة والمجموعة، إن شاء الله يعملوا لي الجو الأخضر بتاعي ده، لان انا ماليش في ال ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين. فان شاء الله باذن الله تعالى عايزين نستعين بالله. لا احد يستطيع ان ينتصر عليك ما دمت انت مع الله. لا فيروس ولا غير فيروس، ولا 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 صحراء ولا غير صحراء، ما دمت انت مع الله هناك اسرار. يعني لما وانت تدعو الرحمن تبارك وتعالى وتقول له: اللهم اني اسالك بحق قولك في قرآنك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، احرق ما فيه وما حولي من الجن الكافر والمرضات والشياطين، اللهم إني أسألك بحق اسمك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، احرق ما فيه وما حولي من الجن الكافر والمرضات والشياطين، يا بديع السماوات والأرض، وخد معاك أنوار بسم الله الرحمن الرحيم. رددها، ردد، استعين بالله، افزع إلى الله بكلام الله، لا تأخذ شيء غير كلام الله حتى يكون منه. قل 100 مرة، قلها 100 مرة إلى أن يتفك عنك أي حاجة. قلها 1000، قلها على قد ما تقدر. إن شاء الله هنبقى نتكلم في الحاجات دي. وخلي بالك كل الحاجات دي لها أدلة شرعية صحيحة صريحة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا ما يرميكوش في دي أبدا. فيبقى عندنا رقم 1، يبقى إيه الوصفة بتاعتنا؟ رقم 1 إن إحنا بنحافظ على الصلاة، رقم 2 على الوضوء، رقم 2 بنحافظ على الوضوء، رقم 3 بعد كده وليسع إيه؟ امسك عليك لسانك، ما لا بنسمع أخبار ولا بنردد أخبار، وبعد كده وليسعك بيتك، اعمل لنفسك حجر إيماني في بيتك، واعمل خلوة وذكر وتسبيح، وشوف الكتب بتاع التفاسير اللي انت ما كنتش تعرف، اتعرف على كتب العلم والعلماء وصاحب العلماء في الفترة دي، وانت هتلاقي طاقتك الروحية حلوة. بعد كده
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابكي على خطيئتك. بنقعد بقى نتذكر اللي من منا بلا خطيئة، ما احناش ملائكة، احنا عباد. فنفزع إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الاستغفار والندم للعزيز الغفار، بإذن الله يرفع عنا الشرور ويرفع عنا الأوبئة ويرفع عنا ما نحن فيه من الهم والغم والكرب العظيم. خدت بال حضراتكم؟ وده أمر مهم جدا إن احنا نبقى فيه. طيب بالنسبة بقى الحاجات الطبية، دي بقى الحاجات الروحية. الحاجات الطبية الأمر اللي أنا قلته ده أول حاجة ينقسم إلى طاعات اللي هي الوضوء والصلوات والذكر والدعاء، وبعد كده ينقسم إلى مواقف وهي إن وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وامسك عليك لسانك. ده سلوك اجتماعي وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى ندخل على قاتل الفيروسات زي القرنفل بأنواعه، الجنزبيل بأنواعه، القرفة بأنواعها ما شاء الله تبارك الله، ونحط في المية اللي عنده أي حاجة ويشم البخار السخن. طب ما عنديش أي حاجة من الحاجات دي أولع والبخار السخن ده، لأن الفيروس الموجود دلوقتي جيلاتيني يعني بيسيح من أي درجة حرارة بالذات من بعد 27. طيب يبقى وادي المية واستنشقنا واللي تيسر له حط. طيب بعد كده بقى الغذاء الداخلي، زي نقوي بقى جهاز المناعة عندنا بإيه؟ بالثوم نقويه، بالبصل نقويه، بفضل الله تبارك وتعالى بخل. بعد كده عندنا معلقة زيت زيتون، معلقة ما شاء الله تبارك الله إذا تيسر الكركم، بعد كده عندنا معلقة الحبة السوداء، وبعد كده طبعا اللي ما عندوش سكر يهتم بموضوع العسل. وإن شاء الله في اللقاء القادم هنتكلم، بس هندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء ويحفظ أوطاننا ويحفظ القائمين على شؤوننا ويجعلنا كده نور على نور يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وبدني والحاضرين والسامعين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تطمئن قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أدخل الفرح والسرور على قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أعد الناس لأعمالها، اللهم أعد الحياة لطبيعتها، اللهم يسر أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في حياتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في نسائنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، باسمك العظيم الأعظم الذي استويت به على عرشك يا رب العالمين، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الذي تجليت به على عرشك يا رب العالمين، ونسألك باسمك العظيم الأعظم الذي نورت به عرشك يا رب العالمين، ونسألك باسمك العظيم الذي رفعت به عرشك يا رب العالمين، ونسألك بأسمائك القهرية وأسمائك النورانية، الأسماء المباركة يا رب العالمين، أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن ترفع البلاء عن الأرض يا الله،
ارفع البلاء عن الأرض يا الله، اللهم ارفع البلاء عن الأرض يا رب العالمين، وأعد الناس لحياتهم يا الله، اللهم اجعلنا دائما نصطلح معك يا الله، ونعيد الحقوق إلى أصحابها يا الله، ونندم على ذنوبنا يا الله، ندنا وجئنا إليك فلا تردنا خائبين، ندمنا وجئنا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم أنزل الطمأنينة على قلوب الناس يا رب العالمين، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ارحم أمواتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا. اللهم كل مريض يرانا ويسمعنا، أو كل مريض موجود في كل مكان اشفه يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من الأطباء والطبيبات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أحوالنا وتبارك لنا في بلادنا وتحفظ لنا بلادنا من كل مكروه وسوء وبلاد الناس جميعا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق حبك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحق أمرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحق صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك يا رب العالمين، وتتقبل ما به دعوناك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من قلت في قرآنك همن يجيب المضطر إذا دعاه، ونحن في الاضطرار يا رب العالمين وندعوك يا كريم فلا تردنا خائبين. يا الله يا الله، اللهم تقبل لكل من دعوناه ودعونا له يا رب العالمين، واحفظ لنا أمورنا ويسر لنا أرزاقنا وبارك لنا في أمورنا يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. يلا السلام عليكم، استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله نلتقي في اللقاء السابق بإذن الله الواحد الأحد. السلام عليكم.